دابا الكوطا انا مع الكوطا 100% لانه كيف ما قلت لك كتصحح لينا واحد الخلل، ولكن الطريقه ديال التنزيل ديال هذه الكوطا انا ضدها. انا ضد ان تكون عندنا اون ليست ناسيونال، لانه اون ليست ناسيونال شنو كتخلي؟ كتفتح الباب للريع، لان انا الاول في اللائحه ما غاديش نحتاج انني ندير حمله انتخابيه. اذا كنت الاول في اللائحه نجلس غير في داري، راني ضامن انني نكون في البرلمان، وربما بلا الناس العماره ما عارفينيش، ما ندير لا حمله انتخابيه لا حتى شي حاجه، وانا برلماني. الشبيبات ديال مجموعه من الاحزاب عبروا على الرفض ديالهم لالغاء لائحه الشباب في الانتخابات التشريعيه القادمه. هاد المجمع خرج ببلاغ كينتقد فيه تصريح قام به امين العام ديال حزب الاسره المعاصره سعد لطيف وهبي، واللي قال بان اللائحه الوطنيه الشباب غادي يتم الالغاء ديالها. لماذا طالبتم بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب؟ لأننا قمنا بدراسة حول ما هي نتائجها وتأثيرها على المشهد السياسي في المغرب، فاكتشفنا أن 2-3% من الشباب هم الذين يستمرون في العملية السياسية. أنا لم أعترض على وجودها نسبيا، لأنني أقول إذا كان من الممكن تطوير التعامل معها ولا تصبح فقط مجرد ريع لعائلات وقيادات الأحزاب السياسية. هي لائحة يقدمها الأحزاب فيها مرشحين شباب للسن ديالهم قل من 40 عام، واللي كيتم اختيارهم على حسب نسبة الأصوات اللي تحصل عليها كل حزب. هاد اللائحة مخصصة لها 30 مقعد، فمثلا إلى حزب ما تحصل على 30% من الأصوات فغادي يدوزوا من اللائحة ديال الشباب اللي قدمها 9 ديال النواب. في الأصل هاد اللائحة دارت باش نضمنوا التمثيلية ديال الشباب في البرلمان، غير هو كاين اللي كيعتبرها ريع سياسي حيت كاين قيادات حزبية اللي كتوضع في هاد اللائحة ناس من العائلات ديالها ومن المقربين. في المقابل كاين الشبيبات الحزبية مثلا اللي كيشوفوا في هاد اللائحة واحد المكسب لتمكين الشباب من الولوج للسياسة. خاص داخل المؤسسة الدستورية مؤسسة البرلمان، أعتبر أن تجربة 2011 و2016 كانت تجربة مهمة جدا، على رغم يعني عدد من بعض الشائبات والتي يمكن تحسينها في المراحل المقبلة، إلا أنها سمحت لجيل جديد من القياديات والقياديين الشباب من ولوج المجالس المنتخبة، وكان حضور الشابات والشباب بالبرلمان حضورا نوعيا. أول مرة تم اعتماد لائحة الشباب كان في انتخابات 2011، إذا لحدود اليوم تمكنوا 60 شاب وشابة من أنهم يدخلوا البرلمان عن طريق هذه اللائحة. السؤال اللي خصنا نسولوه هو واش هذه اللائحة فعلا دارت الدور ديالها؟ واش قدروا أنهم يضيفوا شي حاجة واش شجعوا الشباب يهتموا أكثر بالسياسة؟ حتى الساعة يلاه 1% من الشباب اللي منخرطين في الأحزاب السياسية، وهذا الأمر ماشي بالضرورة الكوطة هي الحل ديالو. نظام الكوطة باش نمكنوا واحد الفئة من أنها توصل وباش نصلحوا واحد الخلل مزيان كبداية، ولكن راه غير فئة صغيرة اللي ميمكنش نبقاو معولين عليها ديما. لائحة الشباب وحتى النساء هما فقط حلول ترقائية، الحل هو تشجيع الطرفين للاهتمام بالسياسة وتكوين وعي مجتمعي يقدر يخليهم يبغيو يغيروا حتى هما في الساحة السياسية ديال البلاد. اللائحة تقدر تكون ريع وتقدر تكون غير منصفة من ناحية الاستعدادات للعمل الانتخابية، وفي نفس الوقت هي على الأقل كتضمن تمثيلية للأقليات السياسية. ملي قلنا هادشي كامل نتوما شنو بان ليكم؟ اللائحة ولا بلاش؟ بون ديجا لي ليست داخله في اطار ديال الكوطا. الكوطا علاش كنديروها؟ الكوطا كنديروها باش كتصحح واحد الخلل عندنا، واحد الخلل اللي هو بنيوي، يعني ماشي خلل اللي غنقدروا نصحوه لغدا ولا بعدو. فبالتالي هاد الكوطا هادي كنديروها باش كيف ما قلت لك نهضروا على المؤسسات تكون مرآه ديال المجتمع، ما يمكنش نهضروا على مؤسسات اللي هي مرآه المجتمع. وفي وسط 325 مقعد في 2002 ولا في 2000 ولا في 1997 كانوا عندنا جوج البرلمانيات، واش العدد ديال النساء في المغرب هو 5%؟ عدد النساء هو النصف، يعني لا لوجيك دي شوز هو ان البرلمان يكونوا فيه النصف ديال النساء. ولكن كاين اشكالات بنيويه ديال انه اولا واحد العدد ديال النساء ما كيدخلوش للسياسه، واحد العدد كبير الغالبيه ديال النساء ما كيدخلوش للسياسه. الكوطا كنديروها باش نصححوا واحد الخلل.
هذا الخلل شنو هو؟ هو ان النساء كيف ما الشباب ما منخرطينش، الشباب نقدروا نقولوا بالرغبه ديالهم ولا لانه ما كيامنوش بما هو سياسي، وهذا النساء كاين اشكالات واحدة اخرى اللي كتزاد على هذا الشيء. هذا كاين كيف ما قلت الاشكالات ديال انه في بعض المناطق في المغرب مازال صعيب قانونيا، راه كل شيء ممكن انك تديره، ولكن في الارض الواقع راه النساء كيلقاو مشاكل اكثر، الهضره ديال الناس العراقيل، كاينين شي رجال اللي ما يبغيوش انه تكون مراه هي ربما الرئيسه ديالو، ولا تكون مراه كتنافسو على المقعد. مازال كاين عندنا هذا التفكير هذا، فبالتالي هذا الشيء كيخلي بعض المرات النساء منهم راسهم انهم يدخلوا. حتى خصنا ندير واحد الخدمه في هذا الاطار هذا باش اننا نحاولوا نهرسوا هذا الاستيريوتيب هذا، باش يقدروا واحد العدد كبير ديال النساء انهم يدخلوا غدا ولا بعدا باش ما يحتاجوش للكوطه. دابا الكوطه انا مع الكوطه 100%، لانه كيف ما قلت لك كتصحح لنا واحد الخلل، ولكن الطريقه ديال التنزيل ديال هذه الكوطه انا ضدها. انا ضد ان تكون عندنا اون ليست ناسيونال، لانه اون ليست ناسيونال شنو كتخلي؟ كتفتح الباب للريع، لانه انا الاول في اللائحه ما غاديش نحتاج انني ندير حمله انتخابيه. الا كنت الاول في اللائحه نجلس غير في داري، راني ضامن انني نكون في البرلمان، وربما بلا الناس العماره ما عارفينيش، ما ندير لا حمله انتخابيه لا حتى شي حاجه، وانا برلماني. فعليها اليوم مشينا في التوجه ديال اننا نقترحوا لائحه جهويه. علاش؟ باش على الاقل كتفرض على بدا اولا ما كيبقاش عندك تي دو ليست ناسيونال، يعني اي واحد كديروا تي دو ليست في الجهه راه ما متاكدش باللي غيطلع، لانه يقدر يكون هو تي دو ليست في الجهه، ولكن تقدر تكون الجهه ديالو جات هي الرابعه في عدد الاصوات ولا الخامسه في عدد الاصوات، فبالتالي في لا ليست كيولي هو الرابع ولا الخامس وما كينجحش، فكتوجب عليه انه كيخرج وكيدير الحمله ويحاول يجمع الاكبر عدد ديال الاصوات ويتسنى، يعني حتى هو يتسنى النتائج وكذا، بحال ايتها واحد برلماني مرشح. الهدف من هنا للقدام هو ان حتى هذه الجهويه ما تبقاش تولي لائحه محليه فيها الكوطة ديال النساء، ولكن المحليه الاشكال اللي فيها هو انه ما يمكنش تضمن النتائج ديالها، لانه انا كحزب قلتي لي ندير 30% ديال الدوائر ندير فيهم نساء تدو ليست، غنمشي وغندير لك 30% نديرهم في الدوائر اللي انا عارف راسي غنخسر، فهمتي؟ فبالتالي ما غادي، وجميع الحزب غتمشي في هذاك الاتجاه، وبالتالي غيولي عندنا بصح يمكن 90 دائره فيهم دي تدو ليست نساء، ولكن في البرلمان يكون عندنا صفر، لان كلهم غادي يفشلوا، لان دوك الاحزاب رشحوهم في الدوائر اللي هما عارفين باللي ما غاديينش ينجحوا فيها. فلهذا انا مع الكوطه، ولكن انا ضد اللائحه الوطنيه، لانها كتربي واحد النوع ديال الخمول والكسل في الوقيته ديال الحمله الانتخابيه. ابخي راه عندنا دي بروفيل اللي طلعوا للبرلمان وداروا خدمه رائعه.